انزل شراره انزل. لا حبيبي انا ميت من العسل. لك اتركه اتركه اشتو كيف كان رح يروحنا؟ خليه ينزل يشرب له فنجان قهوه ويروح. لا خلاص نحن لك اتركه عندنا شغل بالليل. يلا تيسر روح. الله معك روح. سلام. نتشاور في المساء. الله معه. يلا فوت صري فوت روح فيقها خليها تعمل لك فنجانين قهوه يصحونا راسنا. يلا دقيقتين بيكونوا جاهزين. يلا يا عفاف عفاف لك يا عفاف عفاف. يا اخي اجيت. قومي ساوي فنجان قهوه لخطيبك تحركي. يلا اجيت. يا الله ما خلص وخطيبك زافر ما بيعرف يجي غير بعزة النومة تبعي. خليكي خليكي معي. ليش بقى بيجيني نوم؟ هاتي لهون برداني. ايه يا اخي اجيت. لك شو صار معي؟ شو صار فنجان القهوة؟ ايه يلا حاضر حاضر. لك شو حاضر حاضر؟ يلا بسرعة شوي بعدين غيري لي هالتياب واغسلي لي هالوش. تضربي على هالوش ومجعلك. ابو جمال ابو جمال قوم قوم سهرك زافر عنا. كلفنا من هالسهر ومن ازعاجاته الصباحيه. هذا حكي بينحكى بدل ما تقول له يعطيك العافيه. يعطي العافيه على شو يا طلافي؟ على عرس بنتك اللي حدده؟ ايه ولشو العجلة؟ شو العجلة؟ ولك صار لهم خاطبين سنتين لشو العجلة؟ ايه وصر لهم سنتين كمان. زلمة كاتب كتابه علي قدام الله وقدام الخلق. ما قلت لا بس كل يوم بيعملنا الازعاجات الصباحية. والله صار جاي عبالي نام شي يوم لبعد الساعة 8 وخلص ياخدها ويخلصنا. شوف يا طارق انا ما رضيت احكي قدام شرارة بس طلعت اخوك جمال من الحبس بده مصاري كتير. قد ما بتكلف صاري قد ما بتكلف اهم شي نطلع جمال من الحبس. ومن وين المصاري؟ شلون يعني وين المصاري؟ ليش اللي معك ما بيكفوا؟ لا يا سيدي ما بيكفوا. بعدين هذا درويش اللي ضربه اخوك ما بده يصارحه هلا. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقلك هذا الزلمة ميبس راسه يعني بالعربي الفصيح طمعان له برشين زيادة منكم. لاما ليش مو كان الاتفاق على اساس تدفعوا له 500 ألف ليرة وبعدين ينزل على المحكمة يتنازل عن الدعوة؟ بلا هيك حكى بالأول وبعدين غير رأيه. شو بدنا نساوي يعني؟ على كل حال خلاص أنا بشوف الموضوع بركب حله من أساسه. والله يا ريت يا صهري يا ريت. صباح الخير. صباح النور. ان شاء الله ما تكون خفيفة مثل العادة بس. لا اتقلتها منيح. ايه ماشي الحال. روحي ساوي شي لأمي ناكلها. يلا بسرعة شوي. على يلا. عيني. عفاف. ليش مو حاطة على راسك؟ ها؟ تاني مرة ما بتطلعي بتفتلي بأرض الديار بدون ما تكوني حاطة على راسك. مشي؟ حاضر. يلا اتكلي. صباح الخير ابي. صباح النور. شايف انت؟ ما بعرف لسه ما شفتها. امتى رح ياخذ عفاف لبيته؟ واخلص من غلاسته ظافر افندي. والله ما حبيته ولا حبيت يكون عنا هيك سهر. لا والله لا والله. اخ يا رب يا معين. صباح الخير.
صباح النور. يلا يرضى عليك. الله يخلي لي اياكي. فوتي فوتي تتي فوتي. عادي. الله يوفقك. غسلت وشك حبيبي؟ لا لسه، عم بستنى لحتى يروح ظافر. بعدين بنزل. يضرب المذكور شو غليظ. معلش تتي معلش. قد ما كان بيضلوا ظافر خطيبة لعفاف. بكره ان شاء الله هيك بيتجوزوا. انت بس ادعي لهم الله يوفقهم ويسعدهم مع بعض. اه شو قلبك طيب يا ستي. يا ستي انا والله لاني زعلان لا من خالي ولا من اولاده ولا حتى من ظافر. بس هني ما بعرف ما بعرف كيف. الله يرحم امك. انت مثل حكايتها طالع لإلها. بتريد الخير لكل الناس حتى لو قاسوك. شو قاسوني هي يا ستي؟ اذا المصارين بالبطن بتتخانق مع بعض. هديك المصارين بس الناس غناءتهم غير. انت شو عامل لهم لحتى بيعاملوك هالمعامله هي يا ستي؟ مسامح كريم تيتي مسامح كريم. يلا خليني انا اقوم منزل غسل مشان لحق جامعتي. قول يلا مشان ما يغار منك سهرنا العزيز ظافر افندي. لا كمان بغار عليها منك. يلا 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 يلا. بدي انزل على المطبخ. في حدا؟ خليك فوق لبين ما نفضي لك الطريق. عم تسمعني؟ يعني مصدق انت يتخرج عن المطيع من جامعته ويرحل عن هالبيت؟ ايه لوين بده يروح يا امي؟ يستفد يتوظف يستأجر له شي بيت. انت لانت بدك تضلي تسافري على خطيبة؟ على شو؟ يعني مو لازم يشد حاله بقى؟ لازم تعملوا العرس الخطبة طولت. ها أبوكي معرض للوضع تبعك اليوم. حطي هاي أمي حطي هاي الخبز. شرف انزل فضينا الطريق لحضرة جنابك. عجلي شوي ما أنا فاضيين لك. اهلا وسهلا صهري. اهلا وهلي مرت عمي. تفضلت امي. يسلم الايدين. شرف عمي شاركنا. يسلم امي. صحتين وانا ما في قبليه هلا صحينا من النوم. انت مرت عمي. ان شاء الله عوافي. على قلبي. يلا عفاف خلصينا. قولي لك لقمه. ماني جوعان. طبعا احنا جوعان طول الليل عم نشتغل. بدي ايدك بدي ايدك كون طارق بدي ايدك. بسم الله. كل خميس وجمعه بتروحي لعند اهلك اتركي الموضوع على الله. يخلي لنا اياك يا دكتور امل. شكرا كثير. اعملي لي قهوه فاطمه. حاضر استا. صباح الخير حبيبي. صباح النور. اخ شو يعني برايك هاي المناقصه ما لها مربحه مثل ما انا متوقعه؟ مو هيك بس انت ما عندك خبره بهيك مناقصات يعني مو مهنتك. وين المشكله؟ بإمكاني يجيب كل واحد بيشتغل بهذا المجال من عمال ومهندسين. بعدين ما تنسي أنا عم بشتغل بمصرياتي مو مصريات الناس. يا حبيبي بس بيكون راح وقت المناقصة وأنت من الضروري تعرف رأس مالك من أجور وحق المواد المطلوبة مشان ما تخسر. أمال أنت هيك عم تخوفيني. أنا رأيي بلالك إياها. خلاص يا ستي بلاها بلاها مثل ما بدك مع أني حاسس أنها مربحة كتير. حبيبي أنت ما بتثق فيني؟ بثق فيكي وبثق بإمكانياتك التجارية طبعا حبيبي. لك أنا أنساها. أمرك رح ننساها. صحيح تذكرت لازم أحكي مع سمر. Thank you.
الو الو، صباح الخير. سمر، بدي اياكي تنزلي اليوم بكير على المكتب، في ضيف جاي لعندي اسمه ظافر، خليه يستناني لبين ما اجي. اي حاضر استاذ، على عيني. طيب سلم لي عليها. وهي بتسلم عليكي. مع السلامه. بدي اياكي اليوم تمري لعندي على المكتب، في شوية كشوفات وحسابات بدي اياكي تطلعي عليهم. لشوف إذا بقدر. فطنة. نعم أستاذ. جهزي لي الفطور. إيه على عيني. تعرف لسه معي وقت، رح جهز لك الفطور أنا. طيب حبيبي. صباح الخير ماما. صباح الخير حبيبي. صباح الخير بتعملي. صباح الخير. لي فطنة، طلعي سابي غرفتي وجيبي لي فنجان قهوة. وماما قبل ما تعمل لك شيء صار. إيه والله معك حق. لك شلون وقعت فيها؟ يخرب بيتها على هالصباح، سودة ومحنشة. ماما أمل إنسانة مثقفة، ومثل ما بتعرفي بتفهم بأمور التجارة والتجار. إيه بس مالها من مستوى عائلتنا، وأهلها كتير فقرة. لك آخ، شو بدي أحكي لأحكي؟ وشي صار أسود قدام رفقاتي، الكل لاموني على هالجوازة. ماما الله يرضى عليكي ويخلي لي إياكي، شيء وصار خلاص. هلا لو تجوزت سوزان بنت ابو شادي ما كان احسن لك؟ اهل المال بجر المال والامل بجر صيبان. ماما هلا مو وقته هذا الحكي، وانت اكثر وحده بتعرفي سبب جوازتي منا وليش تجوزت وكيف صارت القصه. ما برضى وما برضى لحتى تطلقها وتتجوز بنت ابو شادي. سوزان حلوه حلوه شقره شقره، ودي على قامتها شو صوت هاي. امي خلاص هلا مو وقته هالحكي، لفلفي لنا اياها الله يخلي لي اياكي. الله يصلحها حماتي، العالم اتطور وهي لساتها على العقل القديم. معك حق. تعي نجهز الفطور. ايه اختي، فاقت من شوي وفاتت على الحمام، وهلأ ما بتلاقيها الا جاي لعندي وعم تسألني السؤال اللي كل يوم بتسألني اياه. ايه لا ايه. صباح الخير ماما. صباح النور حبيبتي. مع مين عم تحكي؟ لك بنتي ما بتملي من هالسؤال اللي بتسأليني اياك اليوم. اختي سمر بتسلم عليكي، قال خالتك بتسلم عليكي وبتقلك الله يسلمك. ايه اختي الله وكيلك الله وكيلك، كل شي بتقبضه بتصرفه على لعب الاطفال وفواتير المي والكهرباء والتليفونات، وانا بصرف على هالبيت من هالمصاري اللي بتعطيني اياهن امل. الله يرضى عليها شو حنوني، الله يخلي لي اياهم. حبيبتي اسفي اسفي اسفي، ما قصدي. صبتك على وشك؟ بجعك شي؟ أنا آسفة بس مستعجلة بدي روح، شو بيعرفني شو بده الأستاذ الصهري العزيز؟ وأنت حياتي زعلت؟ والله ما تزعل، يلا حبوا بعضكم لشوف. عدوا عقلين بغيابي. إيه؟ يا ريت فيني أخذكم معي، كنا متسلع على القليلة. لك يا أختي لا تلوميني، أنا ما قصرت. شو بيطلع بإيدي إذا ما صار وفق بين ابني أحمد وبنتك سمر؟ لك يا أختي، لك يا أختي، معقولة يعيش مع وحدة ما بتجيب أولاد؟ لك اسمعيني يا أختي، إذا بتريدي اسمعيني. والله أنا ابني أحمد ما قصر، والله حاول معه كتير وأخذها عند أكثر من دكتور، بس بنتك سمر الله كاتب لها ما تجيب خلفة. طب شو طالع بإيدي وإيديك؟ هلأ شي راح ومضى أختي، الله يرضى عليكي، ما بقى بدنا نعيد هالسيرة، ما بدنا نفتحها مرة تانية ابنه. ايه خبريني امتى جاي ابنك احمد الله يرضى عليه من السفر؟
بده شي شهرين بيجي هو ومرته واولاده. يا الله يا اختي انا اشتقت لهم كثير، ان شاء الله بيطلعوا على قبري. يا الله اولاده شو حلوين بجننوا. ايه الله لا يحرم الخلفه لحدا، الله معك. الله لا يحرم الحظ لحدا. ديري ديري. سعيدي ستي انا رايح. روح ربي يوفقك ويحميك يا حق. عودة يا عودة كثير. لا عمي انا بمشي صار عندي شغل. شو يا سعيد مضيع؟ شو شايفك ماشي هيك لا احمل ولا دستور ولا شايف ولا بتقول مرحبا؟ شو القصة؟ والله ما انتبهت لك عفوا. ما انتبهت لي قلت لي تعال شوف طب غير لي هذا الكذب والمكر لانه شكله ما عم يفرجيك مثل عالم الناس. بعد عن طريقه يا ظافر. ما حكينا معه شيء يا حجة. روح يسر على شغلك سريت يسر رجع اتغدى عنا. ها امشي طارق امشي. شرف سهري شرف. خاطركم الله معكم. اطول علينا سهري ما رح نتغدى لحتى ترجع. ماشي مرت عمي يلا سلام. مع السلامة. لا تقولي صهرك لحتى تصير بنتك عنده بالبيت يا مرباية. هلأ بس بدي افهم انت ليش بتكرهي لظافة؟ شو عامل لك؟ ليش طول الوقت مستقلعة منه؟ لأنه هو صار سيد هالبيت وخايفة شوي تاني يصير البيت كله إله ونحن برا. ايوة قصدك مطيع بيصير برا. خلص يا حميدة خلص شو لزوم هالحكي؟ لا مو خلص. معقولة تبهدل صهرنا ونحن نسكت له؟ يا عيب الشوم عليكم. شو عم يعملكم مطيع؟ ما عم ياكل معكم لا بيقارشكم وكافيكم خيره وشره ومو خالص منكم. بس شو بدي احكي، اذا رجال هالبيت هو صار الحرمه ويا دار صيري خراب فوق السكانك يا حينة التربايه فيكي يا حينها. هيك أحسن يا حميدة؟ ما بصير تحكي مع أمي بهالطريقة. وهي كمان ما بصير طول الوقت تبهدله لصهرنا ونحن نسكت. لأنه صهرك هو اللي زودها. شو زودها؟ لسه بتطلع وبالفوتة بتحرش بالمطية وبهدله. وهو ما يحل عن هالبيت بقى؟ هو بده يحل عنا؟ حاجة بقى نحن ربيناه وتعبنا عليه بكفي. حميدة انتي ما ربيتي، امي اللي ربته. امك ولا نحنا؟ هلا هو مساكن عنا بالبيت؟ شو بده منا اكتر من هيك؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوف ابو جمال، مطيع ما بقى لازم يقعد ولا ساعة وحدة بهالبيت. انا ما عاد عم اتحمل واحد غريب عايش معنا وكابس على نفسنا. غريب؟ يعني لامتى هالحالة بتضل؟ لامتى؟ أنا كرمال ستي ما عاد مديت إيدي عليه لهالواطي. لك أنتم بتعرفوني قديش أنا بغار على عفاف. لك يا طارق لك وهذا واحد غريب شلون بلانين ضل ببيتكم؟ هذا بضل غريب عن عفاف حتى لو كانت هي بنت خاله وهو ابن عمتها. شوفها قسما بالله إذا بيتمادى على أحد من الحريم رأسه لشلو إياه. لك يا سيدي لا أنت شو عم تحكي؟ نحن كمان عنا الشرف مثلها. لا أيوه هيك بدي إياك. لا يا صهر لا هدول اخواتي عرضي. اسمع انا عندي مشوار شي ساعة وبعدين بلاقيك. ماشي روح سهري روح الله معك. اولي السلام عليكم. اهلا وسهلا. استاذ شريف موجود؟ مين حضرتك؟ قولي له انا ظافر هو بيعرفني. طب تفضل ارتاح هو لسه ما اجى على مكتبه. ان شاء الله ما يطول. بس يا جابر. ايوه مدام. شوف الاستاذ شو بحب يشرب. شو بتحب تشرب استاذ؟ جيب لنا كاسة شاي تقيلة بس كتر لها سكر بمعيتك. على راس. ما قلتي لي يا مدام ما قال لك الاستاذ شريف امتى بده يجي لهون؟ هو راح على المعمل وليكو على الطريق 10 دقايق ان شاء الله بيكون هون.
هذا. شو هالبرد؟ صحيح انت ليش تأخرت؟ مرحبا مدام سمر. اهلا. اهلا. كيفك سيد ظافر؟ اهلا سيد شريف. جابر خليه ياخذ لنا قهوه على المكتب اذا بتريدي. شرف على مكتبي. تفضل. تفضل. عم بيروح عليك شي من المحاضره؟ لا ابدا. عم تكتب كل شيء؟ ايه كل شيء. تعب تعب. ايه بس المواد اللي عم بقرب لك اياها خطرة كتير يا سيد شريف. خطرة؟ ايه خطرة. ان شاء الله مفكرني ما بعرف اقرا شو مكتوب على قلبي. لك لا لا يا صافر، هي شغلة هيك كيف ما كان، شغلة احترازية يعني. احترازية قلت لي استاذ. لو كانت مثل ما عم تقول ما كانوا لزقوا على البضاعة هذا الشعار اللي مكتوب عليه دينجر وراسبين عليه جمجمة وعظمتين. يعني سلامة معرفتك استاذ بالعربي الفصيح، نحن بهالعملية بنكون عم نعرض حياتنا للخطر. مشان شو؟ مشان نمشي لك شغلك. بس جمال يا سيد ظافر ما كان يتعامل معي هيك. ليش كيف كان يتعامل معك جمال يا استاذ؟ يعني على القليلة ما كان يقلي شو هي المواد المهربة وشو مكتوب عليها مثل ما عم تقول حضرتك. يا سيدي كل واحد وله طريقته بالشغل، وإذا بدك تتعامل معي بدك تنسالي جمال نهائيا. يعني المعاملة بيني وبينك راس لراس. والله يا سيد ظافر باين من أولها أنه بدنا نتعب مع بعض. ليش يا أستاذ شريف؟ خليها واضحة من هلا أحسن ما نتخانق بعدين. يعني ما في بالعادة نتخانق مع جمال لحتى أتخانق معك. معناتها استبينا. خلينا نعرف شو طلباتك. نقل بالليل وتسليم بالنهار. معناتها مثل العادة. اها، ليش انت عندك علم بشغل جمال؟ لا يا استاذ، ما انا وياك كنا شراكة، وبعد ما انحبس صرت اشتغل لحالي. يعني كل شيء كان يهرب لك يا جمال انا بعرفه من طقطق. للسلام عليكم. وقديش بدكن عن نقلة؟ هذا بيعتمد على الكمية اللي بدك اياها. نفس الكمية اللي كان يجيب لنا يا جمال؟ وإذا زادت الكمية يا أستاذ خلص ما بتكون غير رضيان يا سيد صافر. مشي وما رح نختلف مع المشي الحلو. خلص. وقديش بدك عنا ليه؟ يعني أكتر ما كان ياخد جمال بشوي. سلامة معرفتك، هالأيام كل شي غليان يا أستاذ. خلص يا سيد صافر، رح أعطيك على كل نقلة 5,000 ليرة زيادة. ما بيمشي الحال، بدي 25,000 ليرة. نعم؟ عود استاذ عود، ما في داعي للوقفة، يعني هدول ما بنحكى بأمرهم. بس هيك كتير يا سيد ظافر، كتير. والله إذا ما عجبك يا استاذ روح شوف لك حدا غيرنا يكون حامل روحه على كفه ورايح على الموت مشان يهرب لك هدول المواد الخطرة تبعك.
نحن قلنا أنه الإدارة لابد لها من خلية إنتاجية مساعدة للمدير العام مثل ما أنتم شايفين على السبورة. أي أن المدير يحتاج إلى مدير إنتاج ومدير التسويق والمدير المالي. يتفرع من كل قسم لهذه الأقسام مدراء كثر، أهمها مدير الإنتاج. قسم الإنتاج يحتاج واحد أو اثنين، ومدير التسويق يتفرع منه قسم البحوث والتسويق والشراء والبضاعة المعروضة للبيع. ولكن مشان نعرف مزايا هذا النظام والاستفادة من هذا التخصص وخلق روح التعاون والمشاركة وتقديم الخدمات الإدارية للإدارة العليا، أما عيوب هذا النظام فهي ازدواجية الإدارة وإرباك المرؤوسين وإمكانية الإدارة من المسؤولين حين الخطأ، حين يصح الخطأ. والله الأستاذ مشغول هلأ ما بيقدر يستقبلك، تفضل ارتاح لبينما نخلص اجتماعه. نحن منتشرف فيكي وفيه، شو بدنا نعمل إذا هو استعجل وأخذ وحدة مو من مستوانا ولا من مستوى؟ يا أختي شو بتفيد الشهادة إذا ما معها مصاري مثلنا؟ مع مين عم تحكي مامي؟ مع أم شريف. سلمي لي عليها. بنتي سوزان بتسلم عليكي. الله يسلمك. نعم؟ أولاد هالأيام ما عادوا سمعوا كلمة حدا وبدهم يمشوا أهلهم على كيفهم، شو بدك بهالحكي؟ لك شو يسمع الكلمة ما يسمع الكلمة؟ إيه والله على موتي ما بتضل عايشة بهالبيت. عما لك وشايفة حالة علينا؟ على شو؟ ما بعرف، سودة ومحنشة. إيه؟ أخ الله يصلح ابني. تسرع وتجوزها. إيه؟ شو بدنا نساوي يا أم شريف؟ هيك الدنيا اسمه ونصيب. طولي بالك حبيبتي. يلا الله معك، مع السلامة. شو بها أم شريف ماما؟ نفس الأسطوانة المشروخة، ندمانة لأنه جوزت ابنها لهي الدكتورة الفقيرة وعم تعتذر مني. قال ليش ما طلبتك لما ابنها فكر يتجوز؟ ليش أنا بوافق عليه؟ مين مفكر حاله؟ اسكتي أنت الثانية كمان، أنت زلتي عليه. ليش لا أزعل عليه؟ ما هو ما بده يناسبنا. يعني إذا طلبك ما بتوافقي؟ لا ما بوافق وما بنزل على درة. وين رايحة؟ رايحة على النادي. طيب أمي الله معك، مع السلامة. سلامتك حبيبتي. الله معك. والله كانوا لابقين لبعض. يا جيجي قاعدين مرتاحين عم بفوت عليهم الأملي. لك يا عيني عليك يا صار، يا عيني عليك. بكره اشوف لك طارق، بكره اشوف شو انا وياك من فوق الريح من ورا هذا الاستاذ شريف افندي. كل مره رح اطلب منه زياده. طيب اغلب بيوافق صاري؟ بيوافق؟ لا لك طارق لا، شو مفكر انت لك غصبا عنه بده يوافق؟ ليش مين في غيرنا بيقبل يهرب له هيك مواد ممنوعه ومخطره ما بصير تفوت على البلد؟ اللي مين في غيرنا؟ لك معلم معلم ما بدنا يحكوا فيها. اسمع هلا بس روح نخلص زيارة ضغط بالسجن، بدي اقعد انا وياك قعدة طويلة ونحكي كلمتين على بعض. مشان شو صاري؟ بدي اعلمك كيف تشتغل مع هيك ناس، كيف تسحب منهم الالافات وهم عم يضحكوا ويلعبوا. ايه انا بامر عيونك، انت فصل ونحن بنلبس. يلا يا معلم استعجلنا شوي. زيارة شباب. بسرعة شوي بسرعة شوي.
لبيتك عندي سيجاره. بسرعه شوي بسرعه يلا. بسرعه يا ابني يلا. بسرعه شوي. عليك بسرعه شوي. يلا بسرعه شوي بسرعه. عليك اشوف عليك بسرعه شوي. عيوب الإدارة المتعددة المدراء بأنها ازدواجية الإدارة، يعني كل مدير يأمر بما يراه مناسب، وهي مشكلة كبيرة تساعد. شو مطيع؟ أهلين شادي. كتبت لي المحاضرة؟ إيه بس عم اشرح لك إياها. هات لشو؟ بس لسه ما خلصت. طب ورجيني. تفضل. الو اهلين بالحب، كيفك يا حلوه؟ منيحه. ليش ما عم تردي علي؟ مانك فاضيه. شو على اي شاطئ كنتي عم تتشمسي؟ انا بعرف الاخبار اول باول، خبر عاجل. ايه 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 على كل حال، يعني انا كنت متوقع انك دقه مشان المصاري. قديش بدك؟ لك شو عم تحكي انت؟ مليون ليره؟ والله هيك بدهم يا جمال، مشان يعالجوا له هذا الزلمه اللي ضربته. وانا منين بدي اجيب لهم المليون ليره؟ منين؟ أخي أنا معي 100,000 ورقة، خدهم. هدول كنت قايمون لجوازة أختك عفاف، بس فينا نأجرها كم شهر يعني، مو مشكلة. وأنت طارق قديش معك مصاري؟ أنا ما معي شيء أخي، ما معي شيء. شلون ما معك شيء؟ وشغلك وين عم تروح فيه؟ شغلي يعني لكان هذا اللي بده يلحق السم الهاري. لساتك أنت ورفقاتك عم تسكر وتخبر، ما هيك؟ اخي الله وكيلك، شغلي كله عم بروح بالبيت. رايح بالبيت ما هيك؟ صادق البعيد. اخي اذا مالك مصدقني اسال ابوك. بسيطة، حسابك لما بطلع من هون. اخي هلا خلصونا انتوا الاثنين، شبنا مو وقت المعاتبة هلا لك جمال. صافر بدي اطلع من هون، بلش يضيق خلقي. ها لك خلصنا، طول بالك. شبك شو كأنه أول مرة بتنحبس. خلاص ولا يهمك، عندي أنا بدبر لك إياها. إيه ماما الله يوفقك، بدي اطلب منك طلب صغير. ايه بس قبل ما بابا يطلع من البيت بس تاخذي لي من شي 25,000 ليره. ماما بتعرفي يعني انا بعزته. شكرا ماما، شكرا. يلا يا حبيبي مطيع، شو صار معك؟ يلا يلا ثواني. يلا فاتينا، لأيمتى بدكم تضلوا متزاعلين؟ لحتى يركز عقله ويبطل يلعب على 100 حبل من وحده لوحده مثل النحله. لا انا شايفته كثير متغير وصاير احسن. متغير منين يا حسره؟ منين ما شفتي كان عم يحكي مع وحده من الوحدات اللي عنده؟ انت شو عرفك؟ كيف شو عرفني؟ صرت خابزته عجنته مليون مره. ما بعرف انت قادره. ايه وانت شو رح تساوي حالك؟ من اي ناحيه؟ ناحية القلب. يييي بكير ليلة على قلبي. خلاص والله انك غريبة عن جنس البنات. ايه طبعا، اذا ما كان عندي علاقة فاشلة ما بتخليني نام الليل، ما بكون ضل طبيعية. امشي على المحاضرة. يلا فوق. خلاص خلاص خليه معك. اجي بدك دولار. لحظة شوي إذا بتريدي. خير أستاذ. خففيلي شوي من هالمصاريف، نازلي على بحترة هون وهون يا مدام سمر. عفوا أستاذ، بس هي مصاريف طبيعية للمكتب. أنو طبيعية يا مدام سمر؟ يعني ضروري كل واحد بيجي لهون نضيفه قهوة وزهورات وشاي ونسكافيه وما بعرف شو؟ مو هيك الأصول؟ لا مو هيك الأصول يا مدام سمر، يعني أنا ضروري أدفع لي 4-5,000 ليرة حق شاي وقهوة ونسكافيه؟ مو معقول يا أستاذ.
يعني أنا آسفة بس زوارك كلهم تجار ورجال أعمال. خلاص بتخففي لي هاي المدفوعات إذا بتريدي. حاضر. شو هاد؟ خير أستاذ. 5000 ليرة حق مواد تنظيف ومعطرات؟ يعني هذا شي طبيعي؟ لا مو شي طبيعي، هذا اسمه تبذير. أنا شو بدي بالمعطرات والحركات والأجواء والورود؟ أستاذ أنا هيك كنت متعودة، أقوم بهذا الواجب محل ما كنت عم بشتغل. يا مدام سمر، إذا بدك نرتاح بالتعامل مع بعض تلغي لي هاي المصاريف، مفهوم؟ حاضر. عفوا دكتورة، بس أنا في شيء لهلأ يعني ما عم بقدر استوعب. لازم تركز وتهتم أكثر على البورصات العالمية، المفروض تتعمق فيها أكثر من هيك. بس المشكلة إنه أنا ما عندي براجع. اشتري من المكتبة، لأنه دراستك بحاجة لهيك مراجع، ولا تنسى إنه هي رح تكون مهنتك بالمستقبل. إن شاء الله، شكرا. موفق. بسمعك بيقول إنه معي مصاري على أساس لأشتري. شو شادي؟ في شي؟ لا ما في شي. وين؟ رايح. شو بطالع خلقه؟ فوق ما عم لخص له المحاضرات كمان. ماما؟ ماما انا هون بالمطبخ توبريني تعالي. كيفك ماما؟ اهلين اهلين حبيبتي. شو عم تطبخي؟ عم بعمل شويه شوربه. يلا منيح، هلا بتاكليهم مع الاكلات اللي جبت لك اياهم. تسلمي لقلبي، ليش معذبه حالك تقبريني؟ تقبري قلبي ما في لا عذاب ولا شيء، ليش انا مين عندي اغلى منك؟ الله يرضى عليكي ويخلي لي اياكي يا حق. اذا بدك شيء اتصلي فيني. عادي كلي معي تقبريني. ما بقدر، بدي روح حضر الغدا لشريف. روحي الله يرضى عليك ويحن عليك وينور طريقك يا حق. الله معك تقبريني. والله احترق قلبي عليك يا صافر، ما سمعتوا شو قال؟ ضايق خلقه اخي. معك حق، بس شو يعني شو فينا نعمل؟ منين نجيب له المليون ورقه؟ اي شو عم تساوي هون؟ انت شو عم تساوي هون ولا؟ ها؟ ما عم ساوي شي معلم، بس شفت سيارة دورية الجمارك بالضيعة فاجيت خبرك. شو هاد؟ فاضية ما فيها شي. شو يعني؟ يعني أمطني قلبي، فكرتهم شايفيننا ونحن عم نعمل القصة تبعنا. لو كانوا شافونا كنت لقيتنا هون. الله سترنا والله يا ظافر، منيح ما رحنا من هداك الطريق، هداك كثير معروف. على كل حال لازم ناخد حذرنا، الدوريات صايرة عم تعج عج، أي خبر بتسمعه من أجله لتاني يوم، عم تفهم؟ يلا. رايح شو بدك؟ زبطت الكيفات بالبستان وطلع. عين عليك هذا امي. بالله كل ما تاخير ما تاخر كثير بالسهره، شراره عنا شغل. ها معك معلم. الله معه. ايوه تفضل. والله يا عمي جمال كثير متضايق بالحبس، بقى لازم تعملوا جهدكم تجيبوا له المصاري مشان نقدر نطالعه منه. لك عمي بالك، بس والله ما معي. منين بجيب؟ شو بعمل بحالي؟ عن جد ما معي. شو يعني؟ شو الحل؟ تخلوا ابنكم بالحبس؟ لك عمي مليون ليرة. شو كلمة بتتم مليون ليرة؟ قديش معك عمي؟ شو معي يعني؟ بقدر تدبر لي 25 ألف ورقة. هدول يا عمي يا دوبهم يكفوا تعب المحامي مصاريف الدعوة. ما معي. شو طالع بإيدي لك عمي؟ شو طالع بإيدي؟ والله ما بعرف شو بدي لكم، يعني هذا ابنكم دبروا حالكم. يلا لا يوفقوا إن شاء الله. هديك المرة اندعس واحد ودفع وديته 100 ألف ليرة ومات، من شان فشكة صغيرة بده منها مليون ليرة؟ لا هذا